اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه نشاط هيئه قناه السويس. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجيه تطوير قناه السويس بكافه عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفرده كممر مائي تعتمد عليه حركه التجاره العالميه وكأحد الروافد الداعمه للاقتصاد الوطني. وقد استعرض الفريق اسامه ربيع مؤشرات حركه الملاحه العالميه بقناه السويس خلال الثلاث سنوات الماضيه حيث بلغ عدد السفن العابره في عام 2020 حوالي 18,830 سفينه.

ما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالي ثمانية مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021 وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل استراتيجية تطوير القناة مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها كما عرض السيد رئيس هيئه قناه السويس جهود الهيئه لتطوير اسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعدده الاستخدامات والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكه مع خبره القطاع الخاص الاجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الاحمر والاسكندريه فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناه بطول 40 كيلومترا والتي تشمل ازدواج القناه وتوسعه وتعميق المجرى الملحي لها وذلك لتحسين حركه الملاحه والتجاره الدوليه العابره للقناه